سنة تالتة جميع الأقسام آخر شابتر، وشابتر كان المفروض إنه يبقى تقيل، لكن دكتور محمد إسماعيل بصراحة ربنا يبارك له، راجل محترم يعني، عشان يخفف عليكم الحمل شال كميات كبيرة قوي من التشابتر ده، فأصبح الأمر فيه بأمر الله، بأمر الله سهل. القصة كلها في 4 جداول بدل ما كانوا 12، الحمد لله. ببساطة أنا عايزك تجيب بارت 4 وتبص كده على أنا حوله. فكرة للتشابتر إن إحنا عاوزين نعمل بادجت. بادجت يعني موازنة متوقعة. البادجت عادة بتتعمل لفترة بتكون كوارتر، عارف يعني كوارتر؟ يعني ربع سنة. يعني لما أقول لك اعمل لي بادجت for the first quarter of the year، يبقى أنت بتتكلم على شهر يناير وفبراير ومارس. لو انا عايزك تعمل لي السكند كوارتر اوف ذا يير، يبقى انت بتتكلم على ابريل ماي جون. ثيرد كوارتر جولاي اوغست سبتمبر، فورث كوارتر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. حلو قوي. ايه قصه البادجت؟ قصه البادجت بتبدا من ان احنا بنتوقع هنبيع بكام. تاني، هنبيع بايه؟ بكام. فبنبدا نعمل حاجه اسمها سيلز بادجت. بعد ما بنتوقع هنبيع بكام، بنبدأ ناخد خطوة لأن احنا نشوف، طب المنتجات اللي احنا هنبيعها دي هل بالضرورة نصنعها كلها ولا عندي في المخزون جزء منها؟ فبنعمل حاجة اسمها برودكشن بادجت. تاني، بنعمل حاجة اسمها ايه؟ برودكشن بادجت، يعني نشوف هننتج كام وحدة. بعد ما نوصل احنا هننتج كام وحدة، بنشوف اللي احنا هننتجه ده هينصرف عليه ايه، كدايركت ماتيريال وكدايركت ليبر وكأوفر هيد. بالاضافة ان انت عندك سيلينج وادمينستريتيف اكسبنسز، مصاريف بيعين. في الاخر ناخد كل تحركاتنا نصبها في جدول مهم جدا اسمه الكاش بادجت. والكاش بادجت انك بتتوقع ما سيتم تحصيله، يعني الكاش اللي انت هيدخل لك اجنست ما سيتم صرفه، الكاش اللي هيتصرف، وبناء عليه نشوف هل هنبقى في ديفيسيت نستلف، هل هنبقى في اكسس فنستثمر. ايه المطلوب منك؟ 4 جداول. كم جدول؟ 4، لان في بادجتس كتيره جدا الدكتور اختصرها وهيحطها جاهزه في الكاش بادجت في الاخر. انا مش عايز منك حاجه غير انك تدخل مباشره في صفحه 3، تسمي الله كده، تمسك معايا الورق، هنحل الكيس بتاعه المحاضره بتاعه الدكتور، وكده هيكون المنهج خلص. اقرا كده اول حاجه. مصطفى كامباني صفحه 3 is preparing budgets for the quarter ending March 31st. يبقى أنا تصطيري كله هتلاقيني حاطط جان فبراير مارش، وده الكوارتر التوتال. جان فبراير مارش وده الكوارتر التوتال. في واحدة هنا هقول لك ليه أنا حطيتها زيادة. جان فبراير مارش وده مين يا ابني؟ ها الكوارتر. طيب خير يا باشا. الراجل مديلك بادجت سيلز يونتس ل4 شهور. فيجي طالب يقول لي ايه دكتور، هو حضرتك مش قلت ل3 شهور؟ لا، ما هو في شهر كده هتستفيد بيه. هو بيقول لك احنا كيونتس، بص انا بعمل ايه، كيونتس هنبيع في يناير 100 وحدة وفي فبراير 300 وحدة، انا بحل على فكرة، وفي مارش 200 وحدة، يعني توتالي كلهم كام؟ 600. في ابريل كمان 500، بص انا هكتبها هنا مؤقتا. شايف تبقى فين؟ في بادجت تانية خالص. طب نكمل. Additional information. Selling price per unit. هبيع القطعة ب10. يبقى سعر بيع القطعة 10. 10. 10.
هل هنا هكتب 30؟ لا طبعا ابقى مغفل. سعر بيع القطعه، يعني انا هبيع 100 قطعه في 10، 300 قطعه في 10، 200 قطعه في 10، يبقى كأنهم 600 قطعه في كام؟ في 10 مش في 30. سعر البيع ما بيتجمعش، ده بير يونت. اقرا بقى الحته اللي جايه، وانت بتقراها والله احلفك ادعي للدكتور بتاعك انه شال من عليك هم، والله العظيم هم رهيب. مصطفى كوليكشن باترن از تو كوليكت، عارف يعني ايه؟ اللي انا هبيعه. زمان كنا نعمل حاجه اسمها جدول تحصيل، عارف ليه؟ لان زمان كنا بنفترض ان اللي انت بتبيعه بتاخد منه جزء، وبتبقي جزء الشهر اللي بعده، وجزء الشهر اللي وراه، وبتلم من اللي فات، ليله بنعمل جدول تحصيل. الدكتور بقى قال لك ايه؟ افترض ان سياسه التحصيل 100% اوف سيلز ديورنج ذا سيم مانس، عارف يعني ايه؟ يعني اللي ببيعه بحصله، يعني كانه بيقول لك مفيش جدول تحصيل، الحمد لله. اقرا بقى، بريبير سيلز بادجت، ده اول ريكوايرد، اند سكادول اوف كاش كولكشن، مفيش حاجه اسمها سكادول اوف كاش كولكشن عليك، يعني هو مش الجدول هو جدول واحد. بص يا باشا بقى هتعمل ايه؟ السيلز بادجت هدفها تقول لنا انت بتبيع بكام؟ سيلز دولارز. في يناير 100 في 10 يعني هبيع ب 1000. فبراير 300 في 10 يعني هبيع ب 3000. مارس 200 في 10 يعني هبيع ب 2000. يعني كلهم 600 في 10 يعني التوتال 6000. انا خلصت اول بادجت اهي، 100 في 10، 300 في 10، 200 في 10 يعني 600 في 10. طبعا سعر البيع ما بيتجمعش، في مشكله في الكلام ده؟ بص الدكتور بيقول لك ايه؟ فور سمبلسيتي، للتسهيل، قلنا في المعلومه الثانيه ان احنا اسيوم ان كل السيلز ويل بي كولكتد ديورنج سيم ايه مانس، مع ان دي حاجه ان رياليستيك. ماشي يا عم خلاص، الحمد لله الحمد لله ان الدكتور عمل معاكوا كده. بص بقى قبل ما اكمل هطلب منك حاجه، اخر بادجت عندنا الكبيره اسمها كاش بادجت، اسمها ايه؟ كاش. بتبدا برقم اسمه بيجيننج بالانس، شوف انا بدردش معاك يعني الخزنه فيها كام، وبنجمع عليه الكاش كولكشنز. مين شاطر يقول لي الكاش كولكشنز يعني اللي انت هتبيعه اللي هو كام؟ اهو من السيلز بادجت، انا في يناير هلم 1000، في فبراير هلم 3000، في مارس هلم 2000، يعني توتالي كام يا اولاد؟ رد عليا، 6000. معنى كده ان انا اهو كاتب لك السطر اللي انت بعت بيه بيترمى في الكاش بادجت على ان ده الكاش ذات ويل بي كولكتد. في مشكله؟ طيب خلصنا اول بادجت، اقرا بقى البادجت الثانيه اسمها ايه؟ برودكشن بادجت. قبل ما نكمل، لان كل خطوه ليها اديشنال انفورميشن، انا خلاص مش محتاج حاجه ثاني من السيلز بادجت، انا عملتها، بس هناقش معاك نقطة صغيرة. خلاص؟ هسألك سؤال. شهر زي فبراير ده، شايفه؟ هل بالضرورة إن أنا عشان أبيع 300 يونت تاني، هل بالضرورة في فبراير اللي أنا هبيع فيه إيه يا أولاد؟ ردوا عليا، 300 يونت. هل بالضرورة إن أنا أبروديوس أنتج 300؟ والله ما شرط. لان ممكن يكون عندي انفنتوري منين؟ من الشهر اللي قبليه. افتكروا كده المعادله دي، beginning finished goods اللي عندي زائد البرودكشن يونتس اللي صنعتها ماينس الاندنج انفنتوري finished goods يديك اليونتس ايه؟ صوت، والله انت فاكرها، المخزون اللي عندي زائد اللي صنعته دول الافيلابل فور سيل، اطرح اللي ما تباعش يديك مين؟ اللي اتباع. البادجت دي بقى، البادجت دي اسمها برودكشن بادجت، يعني احنا عاوزينك تقول لنا هتنتج كام وحده. طب ما تيجي نعكس المعادله، تعالى خلي البرودكشن لوحدها يبقى دي اليونتس ايه؟ بروديوست، ودي دول هناك بعكس الاشاره، هيبقى عندك سولد بلس اندنج انفنتوري ماينس بيجيننج. فاهم ولا لا؟ ما هي دي معادله الكوست. انت بقى عايز اليونت بروديوست، عايز البرودكشن، فتقدر تعملها. قول لي ازاي؟ ودي دول هناك هيبقى اللي بعته زائد او اللي هبيعه
زائد المخزون اللي عندي اندنج ماينس بيجيننج دول يدوك مين؟ برودكشن. بص بقى كده على الجدول اللي انا هعمله هنا. انا هرص الاول اليونتس سولد او السيلز اللي هي جيفن عندي ب 100 وب 300 وب 200 التوتال 600. وخلي بالك في بدايه المساله خالص كان مديك شهر زياده، الشهر زياده ده هتستخدمه هنا. الشهر الزياده هتستخدمه في البادجت بتاعت مين؟ البرودكشن اللي هو كنا هنبيع كام وحده؟ 500. المفروض ان انا هاخد الرقم ده هجمع عليه الاندنج انفنتوري اهو سولد بلس ايه؟ اندنج. هجيب رقم كده وبعد كده هطرح البيجيننج انفنتوري هجيب اليونت برودكشن. يبقى انا كده خلصت تاني بادجت. تاني بادجت اسمها انا هنتج كام وحده؟ يبقى انا هحل المعادله دي سول بلس اندنج ماينس ايه؟ رد عليا بيجيننج. يبقى احنا دلوقتي ببساطه معانا السول. تعال بقى نشوف قصه الاندنج انفنتوري ايه عشان هقول لك على تريكه خطيره. يلا لازم المساله تديك اديشنال انفورميشن عشان كل بادجت تعرف تتحرك فيها. تعال نشوف. The management want الإدارة عايزة ending inventory of product تاني عايزة تبقي في مخازنها كل شهر to be equal 10% أبوس إيدك ركز of the following month budget sales. عارف يعني إيه؟ فكرة السيفتي ستوك. يعني إيه سيفتي ستوك؟ يعني أنا ما بحبش أنام ومخزني فاضي. يعني أنا عايز أبقي كل شهر قد 10% من مبيعات الشهر اللي إيه؟ اللي بعده. تعال نعملها كده. يناير قد إندنج إنفنتوري بتاعه 10% من مبيعات فبراير يعني 30. فبراير 10% من مارس يعني 20. مارس ما تاخدش من الكوارتر ما تبقاش غبي عايز 10% من ابريل يعني 50. فاهم وعرفت بقى ليه مديك مبيعات ابريل؟ لان سياسه الشركه عايزه تبقي مخزون قد 10% من مبيعات الشهر اللي ايه؟ اللي بعده. ركز بقى. المفروض تبقى فاهم حاجه. لما اقول لك اندنج انفنتوري كوارتر شايف؟ ده ما بيتجمعش. ده انت بتاخد اخر شهر. قول لي ليه يا ابني المخزون؟ هو انا لما بقي هنا 30 وهنا 20 هل ده معناه ان في 30 وفي 20؟ لا، ما هو ال 30 دول دخلوا في التشغيل، بدانا الشهر اللي بعده، خلصنا 20، بدانا الشهر اللي بعده، خلصنا ب 50، يبقى الكوارتر انتهى باخر ايه؟ شهر. فاحنا هنا ما بنجمعش كاندنج انفنتوري. طب ركز بقى معايا، الرقمين دول مع بعض اسمهم توتال نيدز. تاني الرقمين دول اسمهم توتال ايه؟ نيدز. يعني مثلا انا عايز ابيع كام؟ 100 وامن مخزني بكام؟ 30. يبقى كل احتياجاتي للشهر ده 130. ابيع 300 وباقي 20 يبقى 320. ابيع 200 وباقي 50 يبقوا كام؟ 250. ودول مجموعهم 650. كده انا مش عايز حاجه من ابريل تاني. فهمت ابريل خدمني فين؟ في مارش. حلو قوي. انا كده جبت خانه اسمها توتال ايه؟ نيدز. ايه بقى اللي باقي لي؟ ما هي المعادله بتقول سولد بلس اندنج، الشركه ادتك السياسه، ماينس ايه؟ بيجيننج. جرت العاده ان اندنج جان يبقى بيجيننج فبراير، واندنج فبراير يبقى بيجيننج مارس. عندنا بقى بروبليمة صغننة كده، ازاي نجيب البيجيننج اللي هينزل هنا في يناير؟ تاني احنا نعرف ان اندنج يناير ينزل بيجيننج في فبراير، اندنج فبراير ينزل بيجيننج فين؟ في مارس. انا بقى دلوقتي بسألك سؤال مهم قوي، ازاي نجيب البيجيننج اللي في جان؟ تعال نتخيل حاجة انا وانت. تعال نتخيل ان هنا في ديسمبر، يعني في شهر قبل يناير. تعرف تجيب لي اندنج ديسمبر؟ اه بص كده، هاخد 10% من مبيعات يناير
فاهم الفكره ولا لا؟ ما هو انا دلوقتي عايز الرقم ده. تخيل ان في ديسمبر، لو انت عايز تجيب اندنج ديسمبر مش تاخد 10% من اللي وراه؟ 10% من اللي وراه يعني 10. انت كده معاك اندنج ايه؟ ديسمبر. انزل بيها تاني بيجيننج في يناير. شوف الصياعه تاني. احنا عاوزين الرقم ده. انا ممكن اسهلها لك، اقول لك اضرب ده على طول في 10%، بس انا عايز افهمك اللوجيك جه منين. ما هو انا لو كان في ديسمبر كان زماني قايل ان اندنج ديسمبر 10% من مبيعات يناير، ولو انا معايا اندنج ديسمبر ما هو هيبقى بيجيننج فين؟ يناير. يعني كانك ضربت ده على طول في 10%. خلاص؟ قول لي بقى، انا عايز ابيع 100 وبقي 30، يبقى انا محتاج كام؟ 130. معايا منهم كام؟ 10. يبقى انا هنتج 120. 320 معايا منهم 30، يبقى هنتج 290. 250 معايا منهم 20، يبقى هنتج 230. طبعا في حاجة عايز اقول لك عليها. زي ما في الاندنج خدنا المخزون اخر شهر، في البيجيننج ناخد مخزون اول شهر. لان انت بتقول ايه؟ بيجيننج الربع السنة بايه؟ يناير المخزون، واندنج ربع السنة ايه؟ مارش. بيجيننج الكوارتر هو اول شهر، اندنج الكوارتر هو اخر شهر. دول هيبقوا 640. خلصنا تاني بادجت اسمها ايه؟ برودكشن. بص كده اهو، خدنا الاندنجز واستخدمنا ابريل، وده مش هيجي لك جيفن. وانا اقول لك هو جه ازاي. 10 يونتس بتوع البيجيننج هم اندنج ديسمبر اللي هم 10% من يناير، ونزلتهم تاني وكاتب لك خلي بالك قوي قوي قوي. خلاص؟ في مشكلة؟ طيب احنا كده خلصنا بادجت اسمها البرودكشن. قبل ما اقلب هسألك سؤال. 120 290 230 640 قطعة هيتم انتاجهم، اكيد هيتصرف عليهم خامات ماتيريال، هيتصرف عليهم ليبر، هيتصرف عليهم اوفر هيد. تعال نشوف رحلة المصاريف ايه على عملية التصنيع. اتفقنا؟ هجهز البورد ونكمل كلامنا. بعد ما عرفنا احنا هننتج كام يونت، هعيد عليك نفس السؤال. هل بالضرورة عشان انتج 190 يونت في فبراير مثلا ان انا ابرشيز اشتري رو ماتيريال لل 190؟ نفس الكونسبت، مش شرط، لان ممكن يكون عندي مخزون من الرو ماتيريال. يعني ايه رو ماتيريال؟ من الدايركت ماتيريال. البادجت اللي عليها العين دلوقتي اسمها الدي ام. بص كده، بيجيننج دي ام انفنتوري، يعني المخزون اللي عندي بلس بيرشيزز اللي اشتريته معادله الكوست ماينس اندنج دي ام اللي اتبقى يديك دي ام يوزد. فاكرها؟ الخامه اللي عندي واللي اشتريته، اطرح اللي ما استخدمتوش يديك الدي ام يوزد. بص بقى احنا عايزين ايه؟ البادجت دي اسمها هنشتري قد ايه؟ اسمها ايه؟ هنشتري قد ايه؟ هات لي البرشيزز لوحدها، ودي دول هناك بعكس الاشاره، هيبقى عندك دي ام يوزد بيسموها نيدز. اجمع الاندنج انفنتوري دي ام واطرح البيجيننج انفنتوري دي ام. نفس اللي عملناها في البرودكشن كفينيشد جودز بنعملها كايه؟ خامات. تعال بقى ايه نشوف كده ايه المتاح عندنا كبيانات ونكمل. اقرا كده. Each unit of product، ثواني بص انا بادئ بمين بقى هنا؟ بالبرودكشن اللي انا هنتجه. Require 2 كيلوغرام ماتيريال. بص انا هعمل ايه؟ هضرب في النيدد كيلوغرام. دي عايزه 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو مش 6 كيلو. هجيب حاجه اسمها توتال، او بص هنجيب حاجه اسمها دي ام needs. الدي ام نيدز دي اللي هي الدي ام يوزد اللي انا محتاجه للانتاج. 120 ترابيزه في 2 كيلو يبقى 240 كيلو، 190 في 2 580 كيلو، اسف المفروض دي 290 590 580 كيلو.
230 في 2 460 كيلو، 640 في 2 يعني 1280 كيلو. كده انا جبت الدي ام يوزد، كده انا قلبت الشغل من فينيشد جودز الى خامه. هجمع الاند دي ام هتديني توتال نيدز، هطرح البيجيننج دي ام هتديني البرشيزز اللي هشتريها. فاهم؟ هي هي. تعال بقى نشوف سياسه الشركه ايه. The management want ending inventory of material to be equal 10% of the current month's budget production needs. عارف يعني ايه؟ يعني ال ending inventory 10% من نفس الشهر. خلي بالك البرودكشن كنت باخد من اللي بعده، يبقى انا هنا عايز 24 وهنا عايز 58 وهنا عايز 46. فاهم اللي انا بتكلم فيه ولا لا؟ اوعى هنا هتلبس اسود هنا. ليه؟ لان احنا عارفين ان اندنج الكوارتر بيبقى اخر شهر كمخزون. قول لي بقى، انا محتاج 240 كيلو ومحتاجة بقى في المخزن 24، يبقى توتال احتياجاتي 264. انا محتاج 580 للانتاج و58، يبقى 638. 460 و46 506. 1280 ماينس 4 تاني بلس 64 يطلعوا 1326. يبقى تاني انا خدت عدد الوحدات البرودكشن من البادجت اللي قبلها، كل واحدة عايزة 2 كيلو خشب، يبقى انا كده جبت دي ام نيدز او يوزد. الاندنج اللي بيحب يبقى ايه 10% من الكارنت مانس، مفيش هنا الشهر اللي وراه. كده توتال احتياجاتي. تعال بقى نجيب نطرح مين البيجيننج. اندنج يناير ينزل هنا، اندنج فبراير ينزل هنا، بقي لك رقم قسما بالله زي اللي فاتت. قول لي هتعمل ايه؟ شايف النيدز دي؟ تخيل ان هنا في ديسمبر، هات اندنج ديسمبر. فاي واحد يقول لي ايه يا باشا اللي انت بتعمله ده، انت بدات تهبد. ليه؟ لان احنا المساله اللي فاتت الاندنج كان مبني على الشهر اللي ايه اللي بعده، فعشان كده عملنا الحركه الحمقاء. لكن هنا بص بقى، كمل قرايه، اقرا. The production needs during December، هو مديك النيدز بتاع ديسمبر بكام؟ ب 140. فهمت الحركه بتاعت المره اللي فاتت؟ ما تنفعش، لان انا هنا باخد من نفس الشهر الاندنج. فهو بيقول لك النيدز 140، معنى كده ان لو النيد، لو انا عندي ديسمبر النيدز 140، يبقى الاندنج بتاع 14. ما هو الاندنج 10% منه، يبقى ال 14 بتوع ديسمبر ينزلوا هنا ايه؟ بيجيننج. انت اتلخبط، هقولها لك تاني. في البرودكشن احنا كنا بناخد الاندنج من الشهر اللي بعده، فجينا ديسمبر خدنا الاندنج من اللي بعده ونزلناه بيجيننج. هنا الاندنج من نفس الشهر، فالدكتور كان لازم يديك نيدز الشهر اللي هي ب 140، تاخد منها اندنج ال 140 اللي هم 14، عشان تاخدهم تنزلهم هنا ايه؟ بيجيننج. 264 معايا منهم 14، يبقى محتاج اشتري 250 كيلو. 638 معايا منهم 24، يبقى محتاج اشتري 614. 506 ماينس 58 محتاج اشتري 448. وما تنساش حاجه، هنا هناخد اول شهر اللي هو 14، هناخد اول ايه شهر. فاهم اللي انا بعمله ولا لا؟ ده ماينس ده هيطلعوا 1312. كده انت جبت البيرشيزز ككميه. حلو، تعال نكمل قرايه بقى. ذا بيرشيز برايس نص دولار للكيلو، يعني لو ضربت ده في نص وده في نص وده في نص في نص، اعرف انا هشتري ماتيريال بكام. 125 جنيه، 307 جنيه. انت فاهم انا الكميه ضربتها في ايه؟ في سعر الكيلو، عشان اعرف هدفع كام.
224 جنيه يعني ده 655. قولي بقى من الاخر البادجت دي عبارة عن ايه؟ هناخد البرودكشن يونتس من البادجت اللي قبلها نضربها في النيدد كيلو جرام الجيفن عشان اعرف الدي ام نيدز او يوزد، اجمع الاندنج حسب سياسة الشركة واطرح بيجيننج حسب السياسة الاندنج هو البيجيننج، هجيب البرشيزز هشتري قد ايه، هضرب الكمية في سعر الشراء جبت الدي ام اللي هصرفه. طبعا من رحمة ربنا بيكو اقرأ كده الدكتور كاتب ايه، مصطفى بايمنت باترن، بدفع 100% من مشترياتي في نفس الشهر، يعني انا هدفع ده، يعني مفيش بقى ايه جدولة مع المورد. الحمد لله، ادعوا للدكتور اللي عمل لكم كده. بصوا بقى انا هعمل ايه، هروح اخر بادجت اللي اسمها كاش بادجت، اسمها ايه كاش، فيها هتشوفوا دلوقتي بند اسمه البايمنتس. يعني ايه البايمنتس؟ المصروفات. الدي ام اهو، فاهم اللي انا جايبه، بقي لي ايه بقى كمصروفات؟ اقلب الصفحه، مصروفاتك كدي ال الدكتور قال حدها لك جيفن اهي، يعني انت مش هتعمل دي ال بادجت اهو، ادي مصاريف الليبر، فاهم انا عملت ايه؟ رميتها على طول في ايه؟ في موازنه النقديه. المانيفاكتشرنج اوفر هيد جيفن 100 150 120 370، المصاريف جاهزه. اوبريتنج اكسبنس اللي هي السيلنج والادمنستريتيف 175 200 100 475. شكرا يا دكتور، تسلم، هو اختصر لك كل ده، قال لك كل ده هديهولك جيفن. ايه اللي بقى لنا دلوقتي بقى؟ اخر ورقه، تعالوا نقفل الكاش ايه بادجت. جاهز؟ يلا بينا. انا عشان اقفلها همسح ده بس عشان ما نتزاولش القرف ده، على فكره هي سهله جدا الدرس. خلاص تعالى لي بقى كده شويه. ايه يا باشا المتاح؟ بسم الله. The company will purchase new equipment، مكنه جديده، during جان ب $600 كاش. يبقى المصاريف في مكنه ب $600 في يناير اهي، مفيش حاجه هنا. It will declare، خلي بالك، اعلنت عن توزيع ديفيدنس 1200. عارف لو اعلنت بس هعمل له اجنور، لانها المفروض عشان تظهر في موازنه الكاش تدفع الديفيدنس. فهو بيقول لك اعلنت عن توزيع ديفيدنس 1200 and it is expected to pay all dividends during the same month اللي هو فبراير. يبقى انا عندي ديفيدنس لازم يقول لك هيتدفع امتى؟ ب 200 في فبراير. ماشي، ممكن بقى يقول لك جبنا لاند، جبنا اهم حاجه حاجات ان ايه كاش. خلاص نكمل. The company has January 1 cash balance في الخزنه 500، لازم يبقى جيفن ده، شايف الرصيد الخزنه 500، وطبعا هيظهر هنا لان ككوارتر احنا بناخد اول ايه شهر، كمخزون ككاش الى اخره. The company maintain يعني بتحب تبقي minimum cash balance في الخزنة 400. بصوا كده آخر خط اسمه ending cash balance، أنا بحب أنام وفي خزنتي 400 جنيه، لو معايا أزيد أشغله، لو معايا ناقص أستلف. طبعا 400 رصيد آخر شهر، فاهم؟ أنا بحب أنام كل شهر ومعايا كام؟ 400. فالدكتور قال لك اعمل كنترول أنت للبادجت بكده. طيب بريبير كاش ايه بادجت، قول بسم الله، تعالى نمشيها انا وانت مع بعض رحله صغننه كده بالطول. تاني هنمشيها بالايه؟ رد عليا، بالطول. يلا ادي الورق وادي اللي انا بعمله. صباح الخير يا مدير، معانا في الخزنه 500 وان شاء الله من السيلز بادجت هنحصل 1000، يبقى التوتال كاش افيلابل بيفور فاينانس بيفور اي حاجه، بص توتال كاش افيلابل معانا 1500. بصوا بقى الحته دي، مصاريف 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 مصاريف، صح؟ الدي ام الدي ال الام او اتش السيلنج اند ادمنستريتيف، وفي مكنه هنجيبها. توتال كاش ديسبيرسمنت او بيمنت 1400، يبقى انا يا مدير معايا 1500 هصرف كام؟ 1400، يبقى معايا فائض ب 100.
الخانة اللي وراها اسمها يا اكسس يا ديفيسيت، معايا فائض بكام؟ 100. لعبة. السؤال بقى، انا معايا 100، بس هو قال لك خلي بالك انت ما ينفعش تنام غير وخزنتك فيها كام؟ 400. يبقى الابروبريت اكشن انك تبورو 300. قول لي ليه يا ابني؟ انا معايا 100 لازم انام وفي بيتي 400 جنيه، يبقى انا الاكشن اللي خدته، الخانه دي اسمها الاكشن، هستلف 300، يبقى ال 100 اللي معايا واستلفت 300 نمت معايا 400، كده انا خلصت اول شهر. خلاص خش نام، اصحى الصبح يوم 1 ايه فبراير، خد ال 400 دول حطهم هنا كده، الخزنه فضت. فاهم ولا لا؟ مش عايز غباء. يعني انت نمت معاك 400، تاني يوم الصبح خدتهم حطيتهم قدام مديرك، هل كده لسه في 400 في الخزنه؟ لا، الخزنه شنطت. كلم بقى المدير كشهر جديد، باشا احنا معانا 400، خلاص كده الخزنه فاضيه وهنحصل 3000، يبقى معانا 3400. مصاريف 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 3600. قال لي يا نهار اسود، ده كل اللي معانا يا ابني 3400، مصاريفنا 3600. قلت له يبقى عندي عجز 200. عندي عجز كام؟ 200. غير يا باشا ان احنا لازم نستلف ال 200 دول ونبقي 400 في الخزنه. فجيت هو بيقول لي ايه؟ مش انت بقيت ال 400؟ اقول له غور بقى، حول خدمه اجتماعيه، جاتك القرف؟ ما ال 400 خدناهم دخلناهم هنا في الايراد، خلاص الخزنه فاضيه. انا دلوقتي عندي عجز 200 ولازم ابقي في الخزنه كام؟ 400. يبقى انا حبره 600 عشان اغطي عجز ال 200 وابقي في الخزنه 400. كده الابروبريت اكشن. نام، اصحى اليوم اللي بعديه، خد ال 400 اديهم للمدير، كده الخزنه فضت تاني. صح؟ 400 و2000، معانا 2400. مصاريف 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 900. الله، معايا 2400 ومصاريف 900، يبقى معايا فائض 1500. قول لي بقى ال 1500 لو حطيت في الخزنه 400 هيتبقى معايا 1100، صح؟ حطهم في الريبيمنت والانفستمنت. ايه بقى الريبيمنت؟ بص هنا انا بحطهم بين براكت، عارف ليه؟ لان ده كاش اوت هدفعهم، انما البورو كاش ان داخل لي. يا ابني مش انت بعت 1500؟ اه. شيل في الخزنه 400، حلو، يبقى معايا 1100، لازم تشيل في الخزنه الاول. ال 1100 دول بقى ايه؟ هسد الديون اللي عليا، عارف انت سالف كام؟ 300 و600. اقسم بالله سالف 300 و600، يبقى انت هتسد 900 وفي 200 هتعمل لهم انفستمنت، شغلهم. الموضوع خلص. خلاص؟ تعالى. 500 و6000 6.5. انا بحلها بالطول. مصاريف 5900. ده وده يبقى فيه 600. خلي بالك اوعى تحل بالعرض غير اخر حته، هي دايما بتتحل بالايه؟ بالطول. ده قصاد ده تديك الاكسس، ده قصاد ده تديك الديفيسيت. خلاص تعالى بقى قفل لي الحته الاخيره بالعرض بس، يعني انا هنا شغال بالطول. تعالى 300 و600 يبقى استلفت 900، صح؟ سديت واستثمرت 1100. قول لي بقى لو انا معايا 600، بص هنا، واستلفت 900 يبقى كلهم 1500. لو طلعت منهم 1100 تقفل الخزنه ب 400 اللي هي اخر شهر. ما فهمتش غبي. بص كده، ده اجينست ده ككوارتر معايا 600، وانا على مدار الكوارتر استلفت 900 يبقى معايا 1500، وعلى مدار الكوارتر سديت 1100 يبقى اكيد الخزنه تقفل بكام؟ 400. خلصت الشابتر. خلاص؟